علمي تابع لجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء. أشرف جلالة الملك على وضع حجر الأساس له في أكتوبر 2014. كان الهدف منه آنذاك هو الدفع بالبحث العلمي داخل الجامعة، إلا أننا فوجئنا في الأيام الأخيرة بأن مدير سابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، وعلى الرغم من انتهاء مهمته كمدير، غير أهداف هذا المركز وأصبح مخصصا أو مركزا لتكوينات المؤدعنة. هذا المدير احتل هذا المركز ومنع أسد الجمعية من دخوله، على الرغم من أن السلطة الإدارية سقطت عنه منذ 11/19/2019، لأنه لم يعد بعد ذلك التاريخ مديرا، فإنه لا زال يحتل المركز إلى حدود الساعة. أمام هذه النازلة راسلنا الجهات المسؤولة عن القطاع، رئاسة الجامعة، وزارة التربية الوطنية، ثم رئاسة النيابة العامة، لفتح تحقيق وتمكين الأساتذة الباحثين من دخوله واستغلال معداته. الوزارة السابقة، الوزارة الوصية، أرسلت لجنة قامت بحوار معنا، ولكن إلى حدود الساعة ليس هناك أي تدخل على وجه الأرض. لهذا بالنسبة لنا كأساتذة باحثين متمسكون بهذا الحق الذي منحه لنا الدستور، سيما في الفصول 154-155-156، ونطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد هذا الاحتلال الغير المقبول، والذي يعتبر حالة شادة في الوطن. من بعد هذه الندوة الصحفية الناجحة اللي كانت في المؤسسة، في مدرجة مؤسسة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، من بعد الوقفة فكنتفاجئوا بواحد الصفة مفاجئة لأول مرة، أن الباب مفتوح. هذا في حد ذاته لحد الآن ما لقيناش له شي تفسير، وشكون اللي خدا القرار أنه يفتح، وشكون اللي عنده المفاتيح باش يقدر يحل لنا البيبان. وحنا كنطرحوا هذا التساؤل، ولقينا بعض الموظفين اللي منتسبين لهذه الجمعيه، اللي حتى هما ما قدروش يقولوا لنا شكون المسؤول المباشر ديالهم، شكون اللي عطى القرار ان الابواب ديال المركز تفتح هكاك فجاه بدون انه تعطانا النافي قبل، او لا تعطانا قرار ديال الفتح ديال المركز في هذه الاثناء. فلحد الان باقيين متفاجئين، وحنا كنتنعوا اننا ندخلوا، وكنبلغ هذا، نتمنى ان هذا الفتح ديال المركز يبقى دائم. على اساس السؤال، واش هو مفتوح الان غير على حسب الندوة الصحفية ولا غادي يبقى دائم؟ حنا انا قلت لك يعني حتى فاجئنا بان الابواب مفتوحه ديال المركز. فالاستنتاج المباشر هو انه من بعد الندوة ومن بعد الوقفه فكيجي قرار مفاجئ، ما عرفناش شكون المصدر ديالو، وكيتحلوا كيتفتحوا الابواب ديال المركز. وكنتمنى ان هذا الخبر يوصل لرئاسه الجامعه ولمديره المؤسسه ديال المدرسه العليا للكهرباء والميكانيك، ويستمر هذا الفتح، وتكون مرحله اخرى ان شاء الله نحاولوا نفهموا ونحاولوا نلقاو الوضع ديال الناس اللي محتلين هذا المركز، نشوفوا اش من وضعيه عندهم، وشنو هو السبب اللي خلاهم انهم يبقاو صادين الابواب ديال المركز ويحلوه في هذا اليوم وفي هذه الساعه بالضبط، اللي هي كتزامن مع الوقفه الاحتجاجيه ضد احتلال المركز، واللي كانت ثارت فيها كذلك السلوكات ديال المدير السابق.